السلام عليكم. اهم تطبيقين لدراسه الهيومن اناتومي جهازك اللوحي في التابلت بتاعك حتى تحصل على المعلومه التامه، اول تطبيق هيومن اناتومي اطلس. تعال اوريك هنزله كيف. افتح قناه التليجرام، الرابط بتاعها تحت في الوصف، تدخل في اطلس اناتومي اخر تطبيق، تنزل معاك بتقوم بسكتب ومبروك التطبيق. ثاني تطبيق تسميه كومبليت اناتومي، التطبيق رائع جدا، نزلت فيديو قبل كده ليه، تعال اوريك هنزله كيف. تفتح جوجل تكتب كومبليت اناتومي، تلقى تطبيق، تدخل في التطبيق، تعمل تثبيت للتطبيق، بعد تثبت التطبيق تفتح التطبيق، التطبيق مدفوع طبعا، تعمل سكيب، هيبدا التطبيق يعلمك انت المفروض تعمل شنو. على اقصى اليمين جيت ستارت، يطلب منك انه تسجل في التطبيق، ما داير تسجل في التطبيق هيفتح معاك التطبيق كده، تستفيد من التطبيق كسكيلتون بس يعني هيكل عظمي، هيطلب منك الايميل بتاعك، بعد تتم التسجيل بيرسل لك رساله في البريد الالكتروني بتاعك، تاكد البريد بتاعك، تديك رساله ترحيب وتبدا تصريح تحدي كلها فاتحه، تقوم تظهر النيرف مثلا هارت. بكده مبروك عليك التطبيق. طيب ما تنسوا تدعو لنا لصالح الاعمال ومشاركه المحتوى، وبالتوفيق ان شاء الله.